النقاد سواء على الطاولة أو بعضهم يسخر من لا ما عندنا في كرة ما حد يسخر. ما نقللها شوي. لا لا ظلمتنا. احنا في كرة ما حد يسخر. خط احمر السخرية لا كان يختلف كثير مع اراءه. لا بس لما يطلع بعد الخسارة يقول والله طريقتهم كان في نوع من التريقة شوي. مو بعندنا. لا لا انا ما اتكلم عن عندنا، بس اداء الاتفاق من بداية الموسم ما كان يشجعك انك تثني عليه. طيب يعني لما يكون الشيء مش كويس نقول عليه مش كويس، بس سخريه حاشا ما عندنا سخريه. بس اداء الاتفاق بدايه الموسم الكوره اللي يلعبها، بس لو كان مدرب اجنبي قلنا ما بعد تمرس ما بعد تستاقلم. لا لا خلينا نقول رموز الاتفاق، رموز الاتفاق من ضمنهم حماد الدبيخي يوم من الايام طالب باقالته. لا غلط يا جماعه، حماد الدبيخي منزل يا خالد الرايش ما طبيته فيني. لا ناخذ ونعطي، ما تحبوا العطوي انتم، هذا ابن البلد، هذا المستقبل. لا تاخذ، لا انا لاني قلت انا عارف انه يرمي علي، انا عارف انه يرمي علي، انا قلت رايش. خليني بقول لك شيء برجع لك، بس خليني انام، خليه ياخذ حقي. لا لا 10 سنين انا عارف والله يا ماجني ناس نقال في شيء، اقسم لك بالله قلت على هالطاوله من على ما انتقد على الطاوله الا انا. طيب لحظه شويه يا ماجد. لا والله ماجد محمد صدعان دائما والله دائما ينتقد. احمد تفضل، خليه يشرب شاي تفضل. اما سالفه مدرب وطني وانتم ما تحبون المدرب الوطني، اقول اسمعني بس الله يرحمه. تفضل تفضل تفضل. لا تحطنا احنا، تحطنا في الزاويه وكأننا احنا والله ما نحب خالد العطوي عشان مدرب سعودي، ولو انه اجنبي سكتنا عليه. جيب مدرب اجنبي واحد لعب بطريقه سيئه وقلنا له انت ممتاز وما فيك الا العافيه، هذا واحد. جميل. اثنين، الكوره الحلوه بنقول عليها حلوه مدرب وطني مدرب مو بوطني، والكوره الزينه اللي قاعد يقدمها خالد العطوي جميل بنتكلم عنها ونقول انها زينه. فالله يخليك لا تجي تقول والله ان احنا سخرنا، ما نسخر في البرنامج، وانت تعرف البرنامج من 10 سنوات، ولا يمكن ننظر لخالد العطوي على انه مدرب اقل لانه سعودي. شوف يا ابو جو، اي الحين قول قل رايك، انا ما ندخل الحين تحدي من انت تكسبني ولا انا ما هو بكسبك. انا اقول وجهه نظري يا حبيبي يا ابو جو، انا ما احب انا اقول وجهه نظري. انت ما قلت، انا اقول فيه سخريه جت المدرب من مين؟ النقاد، معظم النقاد كوره قال هالكلام، ما هي بسخريه بس في تقليل من قيمته، تقليل من الاداء، وصف الاداء القليل انه قليل، هذا مش تقليل. لما تقول العطوي اتفاق اكبر من العطوي، ليش يا اخوي؟ خليل زياني كان مدرب وطني يا حبيبي وناجح يا أحمد وصبر على اتفاق حتى جاب بطولات يا حبيب قلبي. ليش نقول مين أكبر؟ اللي قال هالكلام في كورة عندنا؟ مين اللي قال هالكلام؟ والله لو تقول للمخرج او المعد يرجع الحلقات، والله انا ما عندي المؤمن اللي بيرجع صريح. لا 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 انا لحظه شوي، اما انك انت تقول لحظه شوي، اما انك انت تقول المعلومه واضحه وكامله ومتاكد منها، علشان احنا وشو احنا في البرنامج نتحمل مسؤولياتنا. ترى لحظه يا ماجد لو سمحت، عشان احنا في البرنامج نتحمل مسؤولياتنا، احنا ما نتهرب. والله اذا الكلام ده موجود واحنا قلناه وطاف علي انا وانا ساكت عليه او انا قايله، انا اطلع على الهواء ومن نفسي اعتذر. لكن لما نقول الكلمه وتقول لي راي، انت ما قلت راي، انت قلت معلومه، انت قاعد تقول سخرته من خالد. ما قلت سخرته يا رجل، قلت انا على هالطاوله صار في سخريه. لا قلت النقاد يا تركي يا ابو جود كوره، احد قال كوره؟ انا ما علي من النقاد، انا ما دخل في النقاد، لا لا علي من كوره. طب شكرا جزيلا. طب كمل راي قرا بقول شيء بقول مداخله في الموضوع ده اذا سمحت لي ابو تركي. تفضل. انا يوم من الايام شفت للمدرب الوطني خالد العطوي تصريح مع احد المراسلين في القناه الرياضيه. ايوه. فساله المراسل قال له يا خالد العطوي وش عندك العطوي. وش هدفك؟ إيه؟ العطوي إيه؟ وش هدفك؟ قال رد عليه بالحرف الواحد وموجوده، قال انا ما عندي هدف، مباراه يعني اخذها ستيب باي ستيب. إيه؟ انا قلت، انا انتقدته قلت لا ممكن تقول انا عندي هدف بيني وبين لاعبيني بيني وبين ادارتي بس ما اعلنه، لكنك كمدرب تقول ما عندي هدف، هذا كلام مو صحيح وما مفروض يصدر من مدرب. بكمل تفضل. بعد كذا مع الزميل العزيز ابو شديد قلت بالحرف الواحد بعد العوده، قلت احنا شفنا اتفاق جميل، وانا من الناس اللي اعتذر للمدرب الوطني خالد عن كلام قلته في السابق وانك قاعد تشتغل. ممتاز. الحين وعلى الهواء يا فيصل ورئيس التحرير، فيصل اكيد عندك كل الارشيف، كل مباراه فيها اتفاق، كل شيء في للموسم انحكى عن خالد العطوي يتم مراجعته الليله مع رئيس التحرير، واذا في راي غير فني
أو رأي فيه سخرية لا سمح الله ولا شيء بكرة نطلع على الهواء ونعتذر عنه. لأنه شو هذا برنامج على الهواء، ممكن أحد يقول كلمة أنا مع المخرج ماني منتبه أو شيء، صح صح لا بالعكس، لكن أنه يمشي الكلام اللي فيه إساءة أو سخرية وأنا ساكت ويعجبني مستحيل مستحيل مستحيل. وإذا كان موجود لا والله نقدم له اعتذاره وننزل من الناس، ما ننزل في ناس نختلف معاهم داخل اتحاد القدم ولا داخل وزارة الرياضة ونتكلم وننتقد عملهم، وما نقول إلا الأستاذ والدكتور وفلان ونحترم الناس بينه وبين الناس على العمل، ضع الناس في منازلهم مهما اختلفت معهم. كمل الله يسلمك، لا عاد تقول معلومة عن كورة وتتوقع لي بس يلا كمل يلا كمل. بس أتمنى التوجيه اللي قلته أنه ينفذ، وأنا مستعد أيضا أجي وأقول يا جماعة أنا والله ظلمت، ما ببلغت ظلمت برنامجكم على الهواء قاعد اقول لك يا مشاهدين ويا لا لا ويا مشاهدين اللي بس لا يصيرون معك. انا اقول صار في تقليل لا 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 من قيمه شو المدرب الوطني من خلال الانتقاد. وش وصف تقليل؟ خلينا الحين هذا صار موضوع الحلقه الحين. وش وصف تقليل بالنسبه لك؟ انه اذا خسر اتفاق كان الاتفاق من فريق ما يخسر لو كان مدرب اجنبي والله اليوم كذا. هذا الكلام قال يعني لا انا اقول خل اقول لك الحين وجهه نظري. يلا شو شو ابغى خذني بفضلك برحمه بكل حنيه بعد قول. انا اقول لما يجي عند المدرب الوطني يصير الخانه الاضعف. سبق قلنا المدرب الوطني خالد وطويله مستقبل نتمنى، لكن الاتفاق اكبر. هاي تردد مو ببرنامج كوره. الاتفاق مفترض خالد الدبل ليش لماذا الصمت يوم بدا الاتفاق زي ما شفنا هذا. مشكله الاسئله لما تطرح زي كذا يعني ابغى اسال سؤال الحين. هذا خالد العطوي تبغون نعامله على انه مدرب محترف مثل فيتوريا ومدرب الهلال والوحده والقادسيه وكل الانديه ونحاسبه زي ما نحاسبهم على انه مدرب محترف، ولا نتعامل معه على انه ولدنا؟ لا 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 خلاص. طيب احنا نتعامل معه على انه مدرب الانتقال. لما نتناقش عنه واداء الاتفاق سيء حنقول سيء، والاتفاق اداء كويس حنقول. تتعامل معه انك استاذ وانا تلميذ؟ لا لا تملي علي وش اقول. انت اللي انت قاعد ترمي علينا الاتهام يا ابو يا اخي. ما ارمي اتهام، انا قلت يا اخوي في البرامج صار في تقليل من قيمه خالد العطوي. انا وش دخلني في البرامج؟ انا اقول وجهه نظري انه خالد العطوي المفترض الان الاتفاق بنتائجه الاخيره مستويات، يقول والله يا الاتفاق انكم الان تقدموا مستوى جيد، والله يا اداره الدبل ثقتكم مدرب وطني. طيب. لو غيركم من ثالث رابع جوله عقب الانتقال شال مدرب وطني، الان انتصروا ولا تشوفهم انتصر الاتفاق انتصرت ادارته لان المدرب خالد العطوي ما خذلهم. كنا نقول لاعب الأجنبي سبع أجانب ما يمكن يأخذون بآراء مدرب وطني، لكن شوف الآن اللعيبة تصاريحهم عقب المباراة مرتاحين لطريقة المدرب، وأتمنى أن يصل العطوي بالاتفاق إلى هو أفضل. بس خلاص نوجه النداء مرة ثانية لفيصل ورئيس التحرير وللمشاهدين، وعندكم منشن برنامجكم إذا في إسقاط على الرجل، اسقاط يعني مش انك تتكلم عن أداءه الفني وتقول والله اداء الاتفاق مو كويس والله ليش تقول هذا اسقاط، لا اذا في اسقاط وفي اساءه للرجل لا والله احنا على طول نتراجع لانه احنا اصلا ما نحب نكون هذا النوع من المنابر. جميل. واذا ما في خير وبركه يعني. ابو اميره الجوله احمد مصبيح عملنا مشاكل اليوم. طيب راح الوقت كله اي